مساء الفل مشاهدينا مشاهدي منصة ابو كبير ميديا في كل مكان، معكم من الاسكندرية اسلام رضا في لايف جديد. عم مرجان الراجل الجميل العسلية اللي واقف معانا ده، الراجل ده قصته قصة يا جماعة. الراجل ده شغال متطوع زي ما انتم شايفين، متطوع في خدمة شوارع الاسكندرية بالمجان. بيتجول في شوارع الاسكندرية من شرقها لغربها من جنوبها لشمالها علشان خاطر بس ينظف الشوارع بدون اي مقابل. بيمشي بالشوال بتاعه اللي انتم شايفينه ده وبالمكنسة اللي معاه دي وبالجاروف وينظف الشوارع زي ما انتم شايفينه. حاجة جميلة جدا بيعملها عم مرجان بجد. وطبعا كما قال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، الخير في أمتي إلى يوم الدين. وقال أيضا سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إن النظافة من الإيمان. عم مرجان بيطبق الحاجات الجميلة اللي قالها أجمل وأفضل وأحسن خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عم مرجان زي ما انتم شايفين دلوقتي يعني متجول في الشوارع، بيكنس الشوارع وينظفها وكاتب على ظهره متطوع في خدمة نظافة شوارع الاسكندرية بدون مقابل. متطوع في خدمة شوارع الاسكندرية بدون مقابل، مجهود فردي. النظافة هي عنواننا، طبعا النظافة هي عنوان اي انسان في الحياة. حاجة جميلة جدا من عم مرجان. وكمان كاتب بقى طبعا بما اننا يعني في جائحة كورونا، احترس الكورونا خطر مميت. طبعا الكورونا يعني زي ما انتم عارفين هي حاجة يعني صعبة جدا جدا. احنا كمان بصوا كاتبين يا جماعة، عم مرجان كاتب مجهود بدون مقابل، احترس الكورونا صحتك في نظافتك، حافظ على نفسك وعلى اسرتك والبس الكمامة. ارشادات جميلة جدا. يعني عم مرجان ماشي في الشارع بينظف الشوارع زي ما انتم شايفين، وكمان بيعامل عبارات مهمة جدا جدا كاتبها على فانيلته اللي بيمشي بيها في الشارع عشان خاطر ممكن واحد يقرا حاجه زي دي وينفذ كلام عمو مرجان الراجل البسيط الجميل اللي احنا شايفينه دلوقتي بينظف احدى الشوارع في منطقه غرب. وبجد يعني بيشتغل بذمه والله العظيم يا جماعه. يعني احنا انا معاه شايفين حاجات جميله زي ما انتم شايفين اهوت، متطوع في خدمه نظافه شوارع الاسكندريه بدون مقابل، مجهود فردي. بجد ربنا يجازيه كل خير. هيكون معانا الراجل الجميل العسل دوت، وفي مفاجأة أنا محضرها لكم هيقولها لنا برضو وهنقولها، وهو بقى إيه هيسمعنا حاجات غريبة كده إيه يعني من الراجل الجميل ده عم مرجان الراجل البركة. مساء الفل عليك يا عم مرجان. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ إسلام. أنت من الناس المحترمة والناس الغالية عندي، وكان مقابلتي معاك الصراحة مقابلة جميلة، وأنا عن نفسي أتمنى لك كل النجاح والتوفيق يا رب، عشان أنت إنسان طيب وان شاء الله ربنا هيجازيك وهيوفقك في عملك وهيبقى ليك شنه ورنه بامر الله. يعني انا واثق ان شاء الله وعندي امل كبير في ربنا ان شاء الله ربنا هيصل لك حالك وامورك يا رب. يكفيني شهاده حضرتك ليا. انت محترم فعلا والله العظيم، محترم بمعنى كلمه محترم، مش بجاملك دي حقيقه. يعني انت ولا كنت تعرفني ولا انا اعرفك، بس هي كانت المقابله صراحه كانت جميله وتفرح. يعني الله يبارك لك يا عمرو. احكي لنا بقى انت ايه قصه الجمال اللي احنا شايفينه ده والتيشيرت، واحكي لنا بقى انت شغال الموضوع ده من امتى وعرفني بيك الاول. انا اسمي كمال مرجان، الشهره بتاعتي مرجان. انا اصلا من محرم بيه، وعندي 65 سنه. يعني لا رب ممكن تلاقي سنان اتكسرت شويه، بس في باصيص امل يعني الحمد لله. انا قررت وخدت قرار من نفسي ان انا انزل انظف شوارع اسكندريه، لان انا بحب اسكندريه اصلا وشعبها اصلا طيب وراجل وجدعان. اسكندريه بلد الرجوله والجدعانه، يعني دي بشهاده الدنيا كلها. احنا شعب اصلا نضيف وبنحب النظافه، بس هي المشكله كلها اللي صرفتنا في السنين اللي هي اللي فاتت، اللي احنا عندنا شويه استهتار. بمعنى كل واحد بيرمي كيس زباله، يقول لك يا عم يعني هو ما فيش الا انا بس اللي برمي، ما الدنيا كلها بترمي، ما مش كده يعني. فانا قلت انزل بقى اعمل حاجه، ما فيش حد معصوم من الخطا، عندي اخطاء كتير ولازم الواحد يعترف بيها. فقررت ان انا اكفر عن سيئاتي وذنوبي
اللي انا عملتها في حياتي، اللي انا انزل اساعد الناس واكف الاذى عن الناس زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام حسنا بالكلام ده، كف الاذى عن الطريق. انت سيدنا النبي قال النظافه من الايمان، دي من العبارات طبعا اللي انت استرسلت فيها واشتغلت عليها وعملت الحاجات اللي احنا شايفينها دي. انت بقالك كام سنه في الموضوع ده عمك؟ انا من 2018 من 2018 خدت القرار ده اللي انا انزل وابتدي بنفسي، مش هعتمد على حد، لان لقيت في ناس كتير من اصدقائي مكبرين دماغهم، او بمعنى اصح في ناس يعني بتتكسف اللي هي تنزل تعمل الحاجه اللي انا بعملها. لكن بلدنا مش محتاجه كسوف يا جماعه، ده انا بنزل بنظف الشارع بتاعي. يعني مثلا لو ضيف جالك وخبط عليك وطلع بيتك ولقى الشارع بتاعك مش ظريف وشكله مش حلو وبتاع وكده، هيقول العبارات وحشه قوي على الناس اللي هي ساكنه في الشارع. لكن لو دخل ولقى الشارع جميل وحلو، يبقى اكيد شقتك برضه فوق هتبقى حلوه وجميله. فنزلت عشان اساعد الناس، وعرضوا عليا على المجهود اللي انا بعمله فلوس وكده، لكن انا كتبت على التيشيرت بتاعي عشان اقطع الشك باليقين واريح دماغي من اي قيله او قال، كتبت في خدمه نظافه بلدي بدون مقابل. و احنا شايفينها اهوت، ايوه مجهود بدون مقابل. ورينا كده عم مرجان، اهو زي ما انتم شايفين، اعمل دراع كده اهو زي ما انتم شايفين، عم مرجان كاتب مجهود فردي بدون مقابل، غير بقى اللي كاتبه على ظهره اللفظ اللي هو كاتبه اللي هو بينوه عنه، متطوع، متطوع في خدمه نظافه شوارع الاسكندرية بدون مقابل مجهود فردي. دي لفتة حلوة جدا من عم مرجان، ده اللي كان بيقوله لنا. كمل عم مرجان. فريحت دماغي من الموضوع دوت، على اساس ان مفيش حد يعرض عليا فلوس، مش تبع اي شركة، شركة نظافة ولا شركة نهضة مصر ولا اي شركة سيركس، ما بشتغلش خالص، حتى ما عنديش عمل بشتغله. فالحمد لله رب العالمين، ربنا بيعيني وبنزل بعمل مجهودي كل يوم من الساعة 2 لحد الساعة 9، لحد ما الاقي المكان اللي انا بنظف فيه مش محتاج لي. وبفضل ان انا انزل من الساعة 2 عشان العمل اللي انا بعمله ما يتنسبش لاي حد تاني عامل نظافة بينظف. فعشان يبقى مجهودي انا يتنسب لي انا بس، ما يتنسبش لاي حد تاني غيري. انت بتقرر المناطق اللي انت بتنزل تنظفها بناء على ايه يا عم؟ هقول لحضرتك حاجه، انا بنزل من بيتي، انا اصلا من محرم بيه، لكن دلوقتي ساكن في مساكن غرب النبريه قبل ما ادخل عبد القادر. فببقى نازل متوكل على الله، مش عارف انا رايح فين، يعني رجلي هي اللي بتوديني اي حته. ممكن تلاقيني في الورديان، في شارع الاسناوي، في الاباري، في المترياس، في سان ستيفانو، في جليم، في العصر، عارف انا رايح فين بالظبط حسب ما رجلي بتوديني. ربنا بيلهمك وانت ماشي. لدرجه من ضمن الايام اللي انا نزلت فيها، نزلت حي الجمرج، وشوف بقى حضرتك يا استاذ اسلام، مشيت مشوار من حي الجمرج لحد ما وصلت بوالينو، كل ده ماشي على رجلي والله. مسافه كبيره. خدت الجمرج وبعدين رحت داخل على 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 مسجد ابو العباس، وبعدين رحت داخل على شارع فرنسا، وبعدين على المنشيه، وبعدين على محطه الرمل. طول ما انا ماشي اي كميه زباله قدامي بشيل على طول، ما فيش تكاسل. اي طول ما انا ماشي عمال انضف، طول ما انا ماشي عمال انضف، كل ده على رجلي، ولا معايا تروسيكل، ولا معايا عربيه، ولا معايا عجله، ولا معايا اي حاجه، معايا ربنا. وبعدين رحت داخل على محطة الرمل، وبعدين عند سلمة مترو، وبعدين رحت طالع على شارع على كوم الدكة. طبعا كل دي لف في الشوارع بتاعت كوم الدكة. خلصت النظافة رحت نازل تاني عند كوبري ابو عين واحدة، دخلت على شارع زين العابدين من عند مكتبة اسكندرية، وبعد بعد كده رحت طالع على شارع الرصافة، ومن الرصافة على ميدان الرصافة، ومن ميدان الرصافة على شارع محرم بيه، على بوالينو، على عرفان، على الاسكندراني، وبعدين قلت كفاية عليا كده اروح بقى البيت. من ده والله والله يميني حاسبني عليه ربنا. ما شاء الله عليك. انت الادوات اللي بتستخدمها ايه اصلا يا عم مرجان؟ مكنسة. ورينا كده اهوت. مكنسة دي بتاعت بيتي. وشكارة بجيبها ب2 جنيه،
من اي مخبز او من اي حد بتاع خضار. تشتريها يوميا يا عم؟ دي ب2 جنيه يعني، مش حكايه يعني. والجاروف بتاع البيت بتاعي ده، انت ده حاجاتك انت الشخصيه، دي الحاجه اللي انا بشتغل بيها. طب انت ما بتشتغلش اصلا اي حاجه ثانيه يا عم؟ والله خلاص بقى السن بقى الكبر طبعا، واخد بالك، لكن انا ممكن اشتغل في اي مكان، بس انا بفضل ان انا اخدم لوجه الله. دي بالدنيا ده كنز، ده كنز لوحده عندي، ده اغنى من الفلوس. انا كسبت كتير وضيعت كتير، فمش مشكله عندي الفلوس، مش فارقه معايا في اي حاجه، اهم حاجه راحه البال والصحه ودعوه الناس اللي بصادفها. كنت لسه هقول لك، انت بتنزل الشارع وبتقابل الناس وانت بتعمل حاجه جميله جدا، كل الناس بتدعي لك بجد. الحمد لله رب العالمين. الناس لما بتقابلك احكي لنا مثلا الكومنتات او الكلمات اللي هي السلبيه بتقابلها ازاي، والكلمات الجميله بتاعت الناس بتقابلها ازاي؟ خلينا نتكلم في السلبي الاول. بتصادفني حاجات يعني، هي بتبقى اراء بعض المواطنين يعني. واحد مثلا يقول لي يا عم انت حابب النظافه وبتاع وكده والكلام ده، ما تشوف لك شغلانه احسن وترزق منها وتصرف على بيتك وعلى نفسك وبتاع والكلام من ده. طبعا انا عشان ارد عليه لازم يكون الرد بلباقه ورد يعني بذوق، على اساس عشان اعمل مشاكل واعمل عداوه مع حد او اعمل خصومات. انا نازل اكسب الناس، وطبعا طالما انت كسبت الناس يعني هتلاقيهم هم يعملوا الحاجه اللي انت بتعملها، انا مش نازل اضرهم. فبرد بقى رد بشياكه وحلو، بحيث ان هو يقنع البني ادم اللي قدامه. هو الناس بتعرض عليا فلوس، اقول لهم لا ما باخدش فلوس، يقولوا لي يا عم ده رزق من ربنا جاي لك. قلت لهم ونعمه بالله، ما اختلفناش، ده رزق من ربنا، لكن انا حسابي عند ربنا احسن من حساب المواطن. كومنتات الحاجه الحلوه بقى، ناس كلمات الناس الحلوه، لا الحلو بقى دعوات بسم الله ما شاء الله بسمعها كتير من ناس كتير، ستات كبار وبنات وشباب واطفال، وخلاص بقيت مصايط ومعروف في اسكندريه كلها الحمد لله رب العالمين، بالحب طبعا ان شاء الله عليك. مش بلوي الذراع ولا باسلوب وحش او باخلاق وحشه، الحمد لله زي ما انا اتقابلت معاك يا استاذ اسلام وانا فرحت بيك طبعا والله. يعني احنا محضر لكم مفاجاه مع عم مرجان، هو بس هيخلص الحته الصغيره دي بسرعه عشان هو كان قايل لي اخلصها بسرعه قبل ما نطلع. قلت له لا احنا لازم نجيبك ونوري الناس العظمه اللي انت بتعملها. زي ما انتم شايفين عم مرجان بينظف الشارع، ويعني ما بيمشيش من المكان الا لما يحس ان فعلا الشارع ده نظيف ويليق بالحاجه الجميله اللي هو بيعملها عشان خاطر الناس تبقى عايشه في الشارع دوت جميل ومبسوط. عايز اقول لكم ان الشوال مليان يا جماعه، والله الشوال مليان، عم مرجان مليء بسم الله ما شاء الله، بيتجول في الشوارع سعيا للنظافه، النظافه من الايمان كما قال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ولابس الفانيلا اللي قلنا لحضراتكم عليها، متطوع في خدمه نظافه شوارع الاسكندريه بدون مقابل مجهود فردي، حاجه جميله جدا بيعملها عم مرجان، حاجات عظمه جدا بيعملها عم مرجان بسم الله ما شاء الله عليه، ولا بياخد فلوس من حد ولا اي حاجه بسم الله ما شاء الله، ملوش دعوه باي حاجه. عم مرجان انت تعالى بس كده قول لي، انت الزباله اللي انت بتلمها دي بترميها فين في الاخر؟ برضو كويس اللي انت نبهتني للنقطه دي اللي انا بحب اوجه عليها. انا بمشي احيانا ب 300 متر و 400 متر عبال ما بلاقي صندوق زباله، صندوق نكس بمعنى اصح اللي هو او كونتر. في اماكن 300 متر ولا 400 متر بفضل شايل الشكاره مليانه على كتفي، معلش في اللفظ يعني، زي الحصان ماشي، انا مش قادر امشي بيها، بس ما ينفعش اللي انا ارميها قدام حد، لازم طبعا ارميها في صندوق. فانا بوجه نداء لشركه نهضه مصر، نزلوا الصناديق ما تخافوش، والله والله نزلوا الصناديق ما تقلقوش، ما فيش حد هيقدر يسرقها، خلاص الدنيا بقت صاحيه والشرطه بقت في كل مكان 24 ساعه في الشارع، ما فيش حد هيسرق حاجه. بس بدل ما الناس بتنزل حجتهم يقول لك انا مش لاقي صندوق زباله قدامي هرمي في الشارع، لا، لكن لو في صندوق زباله قدامه هيرمي في الشارع، الزباله مش هتخلص صدقوني، لكن احنا نقدر نقلل منها بالتوعيه، نوعي بعضينا ونوجه بعضينا للصح، لان دي بلدنا مفيش حد هينظفنا غيرنا. اتمنى الخير يا رب لكل الناس، واسكندريه ترجع جميله زي ما كانت تاني، والناس تحب بعضيها تاني، اسكندريه بلدنا مفيش حد هينظفنا غيرنا، بس ربنا المستعان، وبكره احسن ان شاء الله. يلا بينا
احنا محضر لكم مفاجأة دلوقتي مع عم مرجان. يلا بينا عم مرجان، انا اعدي كده المفاجأة اللي احنا محضرينها لكم مع عم مرجان. زي ما انتم شايفين كاتب متطوع في خدمة نظافة شوارع بلدنا بدون مقابل، مجهود فردي. عم مرجان بيمشي في الشوارع بينظف الشوارع زي ما انتم شفتوا بالشكارة دي، شايلها اهوت وشايل المكنسة بتاعته. هيكون معانا دلوقتي في مفاجأة. تعالى يلا عم مرجان. ايوه زي ما انتم شايفين اهو الصندوق اهو، اهوت صندوق زبالة ولم الزبالة بتاعته اهوت زي ما انتم شايفين اهو، وبيرمي الزبالة اللي هو لمها اهوت زي ما انتم شايفين اهوت، لقى صندوق الزبالة وبيرميه. ودلوقتي اهوت زي ما انتم شايفين رمى الزبالة والشوال بقى فاضي ونضف الشوارع، وفي الاخر رمى الزبالة في مكانها الطبيعي صندوق الزبالة. بجد يعني بسم الله ما شاء الله، يعني مجهود جميل بيعمله عم الزبالة قدام قهوة محترمة، صندوق الزبالة قدام قهوة محترمة. وانا بشكر الناس اللي عندها اخلاق وعندها احترام وبيحافظوا على المكان بتاعهم. دي قهوة محترمة والناس اللي فيها محترمين. اتمنى كل محل وكل مكان يبقى فيه صندوق زبالة زي ده قدامه، بدل ما الناس بترمي في الشارع وبترمي وتبهدل الدنيا. انت حضرتك لو بصيت بالكاميرا كده وشفت الجمال وشفت النظافة، بسم الله ما شاء الله. اتمنى الدنيا كلها تبقى بالوضع ده. دي بلدنا ومفيش حد هينضفنا غيرنا حبيبي استاذ اسلام. يلا بينا تعالى. يعني المفاجأة بقى، نخش بقى المفاجأة بتاعت عم مرجان. تعالى اقعد عم مرجان، تعالى اقعد هنا بقى. نقول لكم بقى المفاجأة بتاعت عم مرجان. عم مرجان يا جماعة المفاجأة ان هو عضو منتسب لنقابة المهن الموسيقية. تخيلوا عم مرجان منتسب لنقابة المهن الموسيقية، نقابة المهن الموسيقية في اسكندرية، ودي طبعا حاجة حلوة جدا. زائد ان هو كمان بيكتب شعر وبيغني وبيعمل بقى شوية حاجات كده حلوة. هنسمع منه دلوقتي حاجة لاسكندرية وحاجة لبلدنا مصر، ودي طبعا تبقى مسك الختام واجمل ختام في الدنيا. نسمع حاجة من عم مرجان الراجل الخيري الجميل اللي بيمشي في الشوارع عشان خاطر ينظف الشوارع، شوارع اسكندرية، بدون اي مقابل، بالمكنسة والشوال والجاروف بتوعه. هيسمعنا حاجة بقى عم مرجان. يعني هو زي ما هي كده، زي ما انت عشان تطبل، عرفنا ان احنا هنطبل وكده. ماشي هنطبل على الترابيزة. سمعنا حاجة بقى لاسكندرية اهو. بس عشان ما يقعش بس خلي بالك. يلا بينا. هيوصل الصوت كده كويس؟ هيوصل الصوت كده. الأغنية دي جميلة من التراث الشعبي برضو، والفنان محترم جدا الله يرحمه أستاذ إبراهيم عبد الشفيع ابن اسكندرية وفنان اسكندرية. الأغنية بتقول: شله يا مرسي يا ابو العباس، مدد يا سيدي القباري، الله يسونك يا بلدنا يا غالية وتراب جبالي. اسكندرية ام الخفة عالبحر الابيض تفاحة، هات الشباك لم الدفة يلا بينا عالملاحة، ويلا بينا الملاحة، يلا بينا الملاحة. بلد الرجالة بلدي، في العين مشالة بلدي، بلد الرجالة بلدي، في العين مشالة بلدي. كرموز والحضارة ودربالة، رغب وابو قير والسيالة، كرموز والحضارة ودربالة، رغب وابو قير والسيالة، رجالة وأجدع رجالة، بلدي بلد الرجالة، بلدي في العين الشالة. عليك يا عم مرجان. الله 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 الله، ايه ده؟ ده في مواهب مدفونه. ده بقى اقل حاجه دي اعملها يعني. اقل حاجه. ايه ده انت؟ يعني انت بتكتب شعر وبتكتب اغاني وبتغني وبتطبل وبتعمل كل ده؟ ده حب البلدي. انا اصلا بحب بلدي، فما ينفعش ان انا ابقى ساكت، ما ينفعش، لازم اتكلم. لازم كلنا نتكلم بقلم، بشعر، بمساعده ناس، بنظافه،
كلنا لازم نقول اي حاجه. اكيد طبعا. ما ينفعش كده نسيب بلدنا كده بالوضع ده واحنا قاعدين ساكتين، واحنا عندنا مواهب وعندنا مساعدات وعندنا خدمات نقدر نخدم الناس ونساعد الناس. هو مش كل حاجه الفلوس، احنا ياما كسبنا وياما ضيعنا، مش مشكله عندي الفلوس، انا عندي حب الناس بالدنيا كلها. صحيح. بس انت كمان صوتك حلو يا عم مرجان. مش عارف بقى، صوتك حلو جدا. خلاص بقى نشاز دلوقتي. لا يا عم نشاز لسه، ربنا يديك الصحه يا رب يا عم مرجان. طيب احنا انت سمعتنا حاجه الاسكندريه، عايزين بقى حاجه لمصر. عينيا حاضر. عايزين حته حلوه كده لمصر. مصر الغالية أمنا، الجيش والشرطة أمننا، نضحي بروحنا لأمنا، دي مصر الغالية أمنا، فيها بحر ونيل وجو جميل، فيها الآثار والتماثيل، ابعد يا خاين يا أبو ملايين، دي مصر الغالية أمنا، إحنا نصحى إحنا ننام، الشرطة صاحية في كل مكان، يا رب جنن الإردوغان، دي مصر الغالية أمنا، الشرطة إخواتنا وأهالينا، هم أبوك وهم أخوك، تمشي سليم هيحترموك، تبقى خاين مش هيسيبوك، حتى لو كنت في الفيسبوك، دي مصر الغالية أمنا، مصر الغالية أمنا، الجيش والشرطة أمننا، نضحي بروحنا لأمنا، دي مصر الغالية أمنا. الله 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 عليك يا عم مرجان، صوت حلو وعزف حلو وكلمات حلوه، كل دي الحانك انت وكلماتك يا عم مرجان. انا مقتبسها من بعض الاغاني بس مؤلف كلمات عليها. يعني مثلا بتاعتك رسمي بقى. يعني مصر الغاليه امنا، انا عشان خاطر بحب كوم الدكه فخدت الكلمات بتاعت كوم الدكه حينا وعملتها مصر الغالية أمنا. ما شاء الله. كوم الدكة أنا بحترمها لأن ليا أصدقاء كتير فيها وليا حبايبي فيها كتير، فهقول بقى الكلمات الأساسية بتاعة مصر الغالية أمنا. كوم الدكة حينا، الذوق موجود من عندنا، تعالى واسمعنا كلنا، في كوم الدكة حينا، كوم الدكة حينا. الله عليك يا عم مرجان، دي حتة من الأساسية بقى. ده الأساسي ده. ما شاء الله عليك يا عم مرجان، ربنا يا رب يديك الصحة والعافية يا رب. وكنا معاكم النهاردة مع عم مرجان الراجل الجميل، يعني اللي هو عضو نقابة المهن الموسيقية منتسب ليها، و بيمشي في شوارع الإسكندرية زي ما احنا شفنا، وكاتب على ظهره وعلى صدره بعض العبارات اللي يعني لازم فعلا نلتزم بيها، ودي ميثاق جميل جدا لازم نلتزم بيه. عم مرجان الراجل اللي بيسعى في شوارع إسكندرية ان هو يحاول ان هو ينظف الشوارع ويعني يخليها جميلة، وزي ما انتم شايفين عم مرجان ادي هو دلوقتي بينظف الشوارع وبيشتغل على ايده بمعداته هو الشخصية بالمكنسة بتاعته والشوال زي ما انتم شايفين والجاروف، وبيمشي ينظف الشوارع. كنا معاكم في لايف ايجابي جدا لعم مرجان الرجل الجميل اللي شفناه النهاردة معاكم في اللايف الجميل ده. هو عم مرجان زي ما انتم شايفين بيلم الزبالة وبيحطها في الشوال بتاعه وفي الاخر يرميها في اقرب صندوق زبالة عشان خاطر تبقى الشوارع نظيفة جدا. مثال يحترم وراجل زي العسل. نشوفكم في لايفات تانية وايجابية ان شاء الله باذن الله مع ناس جميلة زي عم مرجان، والسلام عليكم.